بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعون الله وتوفيقه نفتتح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، سألي المولى عز وجل أن يوفقنا ويسدد خطانا. الأخوة والأخوات، ونحن على أعتاب دورة جديدة من أعمال مجلس الشورى، نؤكد أهمية دور المجلس في ارتقاء أداء مؤسسات الدولة ودورها الفعال في تطوير الأنظمة وتحديثها إلى جانب مهامها الرقابية ومتابعتها المستمرة لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط المعتمدة منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، والمواطن نصب أعيننا فهو عمادها وغايتها. وأي إنجاز يتحقق من خلال مظلتها الشاملة للمسارات المختلفة ورفع للوطن ومنفع المواطن وحصانة بإذن الله للأجيال القادمة من التقلبات والتغيرات. نلتقيكم اليوم وقد قطعنا أجزاء من هذه الرحلة بخطوات ثابتة وعمل مستمر نفخر فيها بتحقيق الكثير من المستهدفات على المستوى الوطني والدولي، وارتقت فيها المملكة درجات متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية. ونحن ماضون بتفاؤل وثقة في مواصلة الرحلة لتحقيق مستهدفاتنا وفق منهج شامل وتكامل يقوم على المراجعة الدقيقة وترتيب الأولويات. لقد حققت بلادنا منجزات جوهرية كثيرة خلال هذه الرحلة العظيمة، ومن نماذج هذه الأنشطة الغير نفطية في المملكة سجلت أعلى إسهام لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ب50% في العام الماضي، مما يعزز استدامة النمو وشموليته ويحقق جودة عالية في التنوع الاقتصادي. ويواصل صندوق الاستثمارات العامة دوره في تحقيق أهدافه ليكون قوة محركة للاستثمار. وسجلت البطالة بين المواطنين والمواطنات أدنى مستوى لها تاريخي في الربع الأول من عام 2024، بلغ 7.6% بعد أن كانت نسبته 12.8% في عام 2017، وارتفعت نسبة تملك المساكن للمواطنين 47% عام 2016 إلى ما يزيد عن 63%. وفي مجال السياحة سبقت منجزات التاريخ المستهدف، حيث حددت استراتيجية السياحة الوطنية التي أطلقت عام 2019 مستهدف 100 مليون سائح في 2030، وتم تجاوز هذا المستهدف والوصول إلى 109 ملايين سائح في عام 23. وحققت المملكة المرتبة 16 بين الدول الأكثر تنافسية، ومع استكشاف الثروات الطبيعية تغدو المملكة من أكبر مخازن الثروات الطبيعية في العالم، كما أن بلادكم أحرزت مكانة متقدمة في مجال الطاقة المتجددة وصارت من أكثر الفاعلين فيها إقليمياً ودولياً. إن المملكة اليوم نتيجة منتجاتها ورؤيتها تحظى بثقة عالمية جعلت منها أحد الوجهات الأولى للمراكز العالمية والشركات الكبرى، في مقدمتها تتاح المركز الإقليمي لصندوق النقد الدولي ومراكز لنشاطات دولية متعددة في الرياضة والاستثمار والثقافة وبوابة التواصل الحضاري، مما أسهم في اختيارها لاستضافة إكسبو 2030 وتستعد اليوم لتنظيم كأس العالم عام 2034. إننا نفخر بمنجزات المواطنين والمواطنات في مجالات الابتكار والعلوم، ونولي التعليم جل اهتمامنا ليكون نوعياً يعزز المعرفة والابتكار، ونعمل على بناء أجيال تتمتع بالتميز العلمي والمهارات العالية وتحظى بكل الفرص لنيل تعليم رفيع. ونؤكد أن بينما نمضي في مسارات التحديث والتنوع، فإننا حريصين أشد الحرص على حماية هويتنا وقيمنا التي هي امتداد لمسيرة أجدادنا وآبائنا، وهي صورتنا الثاقبة في العالم أجمع. الأخوة والأخوات، تتصدر القضية الفلسطينية اهتمام بلادكم، ونجدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم السلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، متجاهل القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة. ولن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك. ونتوجه بالشكر إلى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية تجسيداً للشرعية الدولية، ونحث باقي الدول على القيام بخطوات مماثلة. إن المملكة حريصة على التعاون مع كل الدول الفعالة في المجتمع الدولي، متيقنة أن ما يحمي البشرية ويصون قيمها الحضارية هو السعي المشترك إلى مستقبل أفضل مبني على التعاون المثمر بين الدول والشعوب، واحترام استقلالية الدول وقيمها، والأخذ بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتجنب اللجوء إلى القوة في حل النزاعات. كما أن المملكة تسعى لتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي من خلال بذل الجهود ووصول حلول سياسية للأزمات في اليمن والسودان وليبيا وغيرها، وكذلك تدعم الحلول في الأزمات الدولية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية. ختاماً، أشكر الأخوة والأخوات في المجلس وجميع العاملين في أجهزة الدولة الذين يخدمون وطنهم بإخلاص وتفان مما أثمر عن هذه الإنجازات المشهودة اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.